ببينات اليوم مشاهدينا، بداية بدي أغير الكلمة اللي قلتها أول شيء. نحن عم نحكي عن الأطفال اللاجئين، وأنتم من 6 سنين افتتحتوا هالمركز اللي هو أركانسيال الجناح. جناح قلتي لي مثل الجناح، يعني وينج أو آل لحتى ياخذهم لبعيد لهالأطفال. بدي أعرف عجوفي لليوم لما يزبك، وهي منسقة برامج بأركانسيال، وجيهان السعيد وهي أخصائية اجتماعية. جيهان، بداية معك خبريني عن هالمركز. المركز أنشئ سنة 2006 بمبادرة من جمعية أركانسيال مثل ما قلت بالأول، والهدف منه كان إنشاء منطقة أو مكان آمن للأولاد اللاجئين. من بعد ما نحن كنا نعرف إنه بال 2006 ازدادت الأوضاع الأمنية بالعراق وتكثف حضور ومجيء العيال العراقية على لبنان، وتمركزوا يمكن بمنطقة محددة اللي هي منطقة الفنار، زعيترية، سد البوشرية. الهدف كان إنشاء مكان آمن للأطفال للاجئين لحتى يكونوا عم بكفوا تعليمهم، عم بيكون في لهم مركز يأمن لهم الترفيه، يأمن لهم المكان للتعبير عن أفكارهم عن آرائهم بحرية، ويموهوا شوي عن الصعوبات كلها يلي قطعوا فيها. الأول انشئ المركز لأول شيء بهدف تعليمي، ومع الوقت تطور لصار في عنده خدمات اجتماعية نفسية، متابعة مع الأهل، برامج تربوية تثقيفية، وبعدنا هلأ عم نتطور لحتى يمكن هلأ كمان نكون عم نستقبل النازحين السوريين. لما كم يعني طفل تقريبا بتستقبلوا بهالمركز، وكيف اعمارهم؟ نحن حاليا فينا نستقبل لحد 130 ولد. الاعمار هي تقريبا من 5-6 سنين لحد ال 14 سنه 15 سنه. شو بتكون حاجاتهم اجمالا بهالعمر؟ يعني شو بكون مشاكلهم؟ نحن في عنا يعني على الاكثر عراقيه جنسيه يعني لهلا لليوم. مزبوط. نحن اول خدمات، يعني اول خدمه بنعطيهم اياها هي التربويه. بيجوا لعنا هن بعد المدرسة، بيتساعدوا من ناحية الفروض، ومنساعدهم نعطيهم حصص باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية تحديدا لأنه هن عايزينها بالمدارس بلبنان، وبما أنه عم يطلع لهم إعادة توطين، مش كلهم أكيد بس أنه الأكترية بيرجع بيطلع لها إعادة توطين على بلدين بيستعملوا اللغة الإنجليزية كلغة أساسية. كان هيدا الهدف من وراء الحصص. بالشق النفسي اكثر شيء بيحتاجوا لشو؟ قلتي طورتوا البرامج التعليميه او الشق التعليمي لحتى توصلوا لكمان اسيستانس سوسيال وبسيشيك. الهدف كان انه نطور برنامجنا اكثر من البعد التربوي التعليمي، لانه شفنا الاولاد عم بيعانوا من اوضاع نفسيه صعبه، اوضاع حتى اجتماعيه صعبه، تغير المجتمع، البيئه الاجتماعيه اللي ربيوا فيها بين العراق وللبنان، الانفتاح يلي يمكن شافوه بلبنان، الصعوبات يلي هن حتى عم بيواجهوها ضمن العائله، خلت تتطور عندهم مشاكل اجتماعيه وحتى نفسية. تبيننا مع الوقت أنه أعطي الولد بس البعد التربوي مش كافي إذا ما أمنت له الراحة النفسية الاجتماعية، ما بيقدر يدرس ويتعلم يعني إذا أكيد. ما كان مرتاح. وحتى الأساسات، الحاجات الأساسية كمان في تنسيق مع جمعيات تانية هي بتكون عم بتأمنها. نحن ركزنا دورنا على المتابعة الاجتماعية النفسية. الأولاد في كتير منهم بيكونوا يمكن تعرضوا لصدمات، شافوا انفجارات أو سمعوا أصوات الحرب والأزايف، يمكن فقدوا حدا قريب منهم، هيدا ببلدهم. المجيء للبنان، كيف الطريقة اللي بيجوا فيها على لبنان كمان بتكون صعبة، مش دايما محضرة، مش دايما أهلهم بحضرون، أو بتكون بصدمة ما بيعرفوا لوين رايحين. بيجوا على بلد كمان في نظرة لهم أنه أنتوا لاجئين، أنتوا بيتغير الإطار العام للعائلة من بيت كبير لبيت يمكن أوضة وحدة، الكل عم بيناموا بهالأوضة. بدون شك أنه تغيير كبير بيعمل تروماتيزم أو بيعمل أزمة للأولاد، وحتى بينعكس دور الأهل. يعني البي بالعراق، البي هو اللي رب العائلة، هو اللي بيأمن كل الحاجات، أم دايما موجودة بالبيت، بينما هون يمكن الرجل ما رح يلاقي بسهولة شغل لأنه أوراقه غير قانونية، أم بتضطر تترك لتروح على الشغل، فبصير في بينعكس الضوء الادوار العائليه، وهذا الشيء كله بياثر على الاولاد وبيحمل اثار عليهم. هون كان دورنا لحتى نخفف الاثار ونساعد الاهل كيف بدهم يتعاملوا مع اولادهم بمرونه بليونه، لحتى يقدروا يساعدون يتاقلموا على الوضع الجديد اللي هن فيه. رح نشوف فيلم عن هالاطفال ونرجع نكفي حديثنا كيف بتقسموهم بصفوف وشو هو الحدث اللي عاملين لهم الايفان ب 15 شهر. صوت بيبي عم يضحك. صوت الموج تبع البحر.
يسعدك. كثير صوت البقرة، صوت ال النسر، صوت الأرد، صوت الأرد، صوت الكلب، أميرن، صوت الموت، ميزة. صوت الناس عم يضحكوا، صوت السيارة أنا ما بدي، سيارة سريعة، صوت طيارة، صوت الموتوسيكل، صوت الإسعاف كانت بعيدة جدا، الصوت سمعته بالعراق لما وقع الصاروخ، وين الصاروخ؟ أنا وفايت لأخذ السندويش تبعي، فتت أخدت طلعت، وصى الصاروخ، طلعت بالأول انضربت، إيدي كانت مدخورة كلها، طفر الدهن تبع الفلافل علي، حدي شفت هيدا تبع الفلافل، إجرو عصت. سمعت جرا هذا الصوت؟ بتعرف هذا الصوت شو؟ هذا صوت صاروخ. بتعرف انه هذا صوت الرعد؟ استرعب ابني؟ ايه سمعي بقى. عم تيجي المطر. شو الهدف لما من هالفيلم اللي شفناه؟ ليه عملتوا هيك ورك شوب وسمعتوه الاصوات؟ عم ترجعوا يعني ترجعوا له الذكريات؟ هو هيدا الورك شوب انعمل من سنتين مع عدة اولاد، وكل واحد منهم عبر عمل فيلم على طريقته. مارتن نقى هيدي الطريقة ليحكي من خلالها عن قصة يمكن هو عاشها بالعراق. شو بتحسي انه هيدي فيها نوع من ثيرابي يعني بعدين، فيه نوع من علاج؟ اكيد، وهذا الشيء لاحظنا من تعابير وجهه انه كيف مع كل صوت كان عم يتغير، وما قدر يميز بين صوت الرعد وصوت القذيفه، ولما طمنته الشخص اللي كان عم بيصور انه هذا صوت رعد تغير معالم وجهه، لانه ما عم بيقدر لهالقد في تروماتيزم كثير قوي عنده من صوت القذايف، من صوت الطيران يلي عم يضرب كان بيوتهم او الانفجارات، ما صار
كل صوت بالنسبة له هو صوت أزيفة. هون كان الشغل معه ومع عائلته لحتى يتخطوا هالصعوبات يلي عاشوها، هالخوف يلي. كيف بتساعدوا العيال الأهل؟ كيف بتساعدوهم؟ في متابعة أكيد اجتماعية نفسية من رفقهم لفترة طويلة. بيجوا لعندكم كمان على المركز؟ بيجوا لعنا على المركز، نحن بنكون عم نزورهم بالبيت مدورة، يعني كل شهر أو أكثر فترة حسب الحاجة، لنكون عم نساعد العائلة بالمتابعة بالإصغاء، يعبروا عن الشيء الصعوبات اللي هن عم بيواجهوها لحتى يتخطوا هالصعوبة وينطلقوا لقدام، يصير عندهم هدف لحياتهم غير انه ضلهم يتذكروا الخوف يلي عاشوه والرعب يلي عاشوه. طب بلشتوا بالمركز بسنة 2006، اليوم نحن بال 2012 قريبا 2013، يعني الاولاد اللي بلشوا معكم صار لهم 6 سنين لا بالمركز، ولا قد ايه بمروا وقت بالمركز؟ حسب العيال، يعني في عيال بتجي فترة سنة ونص سنتين بيرجع بيطلع لهم ريسيتلمنت، في اشخاص بيبقوا 3 سنين 4 سنين، في اشخاص بيبقوا بينرفضوا يعني للسفر. وفي عندنا اولاد بتجي اولاد بتفل. شو الايفنت لما اللي عاملينه ل 15 ديسمبر لمين موجه وشو عاملين خلاله؟ اوكي هو الايفنت بالاساس فاند ريزنج، وبنفس الوقت عم نستفيد منه تا اولاد المركز يقدروا يطلعوا وينبسطوا فيه. هو ب 15 ديسمبر رح يكون بسانكور سيوفي، في برنامجين هن موجهين للاولاد، في عنا برنامج قبل الظهر برنامج بعد الظهر. رح يكون في اول شيء انيماسيون للاولاد على المسرح، بعدين مسرحيه بثلاث لغات، بيرجع من بعدها في باراد، يعني في كل شخصيات عيد الميلاد بترفقهم ليطلعوا على مثل هيك قريه صغيره فيها نشاطات، بيطبخوا فيها، بياكلوا اكل خصو بعيد الميلاد، ورح يكون في معرض محضرينه ولاد المركز كمان فيهم الناس يتفرجوا عليه. وبعد الظهر شو بيكون البرنامج؟ بعد الظهر نفس البرنامج. ايه عادي لنفس البرنامج اللي بدهم فيهم يجوا قبل الظهر اللي بدهم بعد الظهر. 15 شهر بيكون ويكند؟ بيكون نهار سبت. بيكون نهار سبت، ما في مدارس يعني أكيد. بيقدروا الاولاد يجوا. مين اللي مدعو على هيك ايفنت جيهان؟ المدعوين هن كل عائله بتحب تكون عم بتأمن بنفس الوقت عم تدعم المركز، وبنفس الوقت عم بتكون عم بتعطي مجال ترفيهي لاولادها. نحن قدت يعني المركز الايفنت رح يستقبل بين 700 ل 900 ولد، من هيك من هون بندعي الاهل يلي بحبوا يكونوا عم بيشاركونا هالنهار الحلو مع الاولاد يكونوا عم بيتوافدوا. باي طريقه رح يكون الفند ريزنج؟ بطاقات للدخول الى المدرسه؟ مزبوط، رح يكون في بطاقات عم تنباع بقيمه 20 دولار وهي بتعطيهم اكسي على كل النشاطات يلي هلا حكينا عنهم. فيهم يشتروا عن الباب بس اكيد افضل يشتروا قبل بوقت. كيف يقدروا يحصلوا عليها قبل بوقت؟ فيهم يتواصلوا معنا في على الجروب، في جروب على الفيسبوك، على الفيسبوك كمان، وفي رقم تليفون فينا كمان نعطيه هلا. فيك تعطيه تفضلي. 70-231-347. اوكي بيقدروا كمان يتصلوا وياخذوا بطاقات. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق وقريبا رح نرجع يعني نتابع كمان بأركانسيال ونشاطاتها. بنعرف انه الأركانسيال لها عده مراكز بعده مزبوط. مناطق بلبنان وكلها عندها نفس الهدف بالنهايه، هي مساعده الاطفال اللاجئين. في مشروع بعد تنتقلوا الى اللاجئين السوريين الموجودين بلبنان تساعدوهم؟ في اكيد، ونحن هلا بطور عم نحضر لهالشيء وان شاء الله قريبا ننطلق. يعني في متابعه بلشت بس اكثر بيكون ببرامج يعني رح تكون واضحه وتبين دور أركانسيال بهالموضوع. يعطيكم الف عافيه وقريبا بنعرف كمان اخباركم الجديده. صار وقت ننتقل لعند تينا. هاي ناديا.